رح يكون معنا اتصال من محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب لنحكي بتفاصيل عزل بعض المناطق والعمارات في محافظة عمان. يسعد صباحك دكتور سعد. صباح النور، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية، جهودكم مباركة. يعطيك ألف عافية أيضا دكتور سعد. منحب أكيد نسمع منك بتفاصيل عن موضوع عزل بعض المناطق في محافظة عمان وبعض العمارات في مناطق معينة. صباح الخير أختي، صباح الخير مشاهدي التلفزيون الأردني. كما تعلمي المحافظ هو رئيس اللجنة التنفيذية لموضوع الكورونا، وهناك لجنة من مكونة من رئاسة المحافظ ومن خبرات العاصمة وقائد تسليم العاصمة ومدير استخبارات عمان وأمانة عمان ومدير صحة العاصمة. احنا الآن إلنا تقريبا منذ بداية فارس كورونا نعمل ليل نهار بخصوص هذا الموضوع. بالنسبة لحجم العمارات، احنا محافظة العاصمة لغاية هذا اليوم تقريبا 61 عمارة تم الحجر عليها. نعم. رفع الحجر عن 47، بقي 14 موقع محجور. نعم. عليها. يوم أمس تعرفي كان 11 حالة في محافظة العاصمة. 11 حالة توزعت على 3 مواقع. الموقع الأول منطقة حاب سفيد الشواركة بالقرب من مدينة الشافية، تم حجر العمارة. العمارة كانت من طابقين، وأيضا عمارة في ضيعة الرشيد. نعم. شارع غان مزرقات قرب سوبر ماركت أهلا وسهلا. نعم. أيضا كان في حالات تم حجر العمارة مساء، وأيضا عمارة ثالثة تم حجرها مساء يوم أمس بعد تقريبا منتصف الليل في منطقة شاع العلي، شارع عطاء الصائب قرب مدرسة داعل على الثانوية للبنات. نعم. وهذه العمارة أيضا حوالي 12 شقة، ونحن كلجنة تنفيذية قمنا بالإجراءات اللي هو أولا حجر العمارة، وضع توريد شرطة على باب العمارة تمنع الدخول والخروج من هذه العمارة. نعم. حتى تتمكن فرقة قصف الوبائي من أخذ العينات. أيضا أمانة عمان مشكورة تقوم في تحكيم العمارة بالإضافة للعمارات المجاورة لهذه العمارة، كذلك تم تجويد سكان العمارة بأرقام هواتف المخابز، الصيدليات، البقالات، المحلات التجارية، وتقديم الخدمة الدليفري بحيث أنه ما يخرج من هذه العمارة أي شخص ولا يدخل فيها عليه. نعم، يعني إذن عطوفتك راح يتم تزويد سكان العمارات المعزولة في مناطق يعني تلاع العلي وضائحة الرشيد وخشافية الشوابكة بكل ما يحتاجوه، سواء من مخابز أو محال بقالة وكل الأشياء المهمة والضرورية بالنسبة لهم. نعم صحيح، بالإضافة كمان إلى أرقام صيدليات إذا احتاجوا الدواء. نعم. نعم، كل الشكر محافظ العاصمة الدكتور سعد شهاب، شكرا على التوضيحات اللي تكلمت فيها، وأكيد يعني الإجراءات يمكن تكون شوية شديدة ولكن بالتأكيد لمصلحة كل طبعاً الأشخاص طبعاً. اللي صحيح. تم عزلهم في العمارات الموجودة في 3 مناطق المذكورة. أكيد نتمنى أكيد السلامة للجميع، وإن شاء الله يا رب إنه إحنا زي ما قلناها شدة وبتزول بإذن الله تعالى. رح نطلع على فاصل ومكملين معكم.